fotos. بس في مويت بوك تايم كيو ستيف كان وقت قليل جدا اللي اشتغلت فيه مع الانسان الكبير العظيم في النادي الاهلي وفي كره القدم المصريه كابتن صالح سليم هو اللي اتعاقد معايا. هو اللي كان مؤمن ان انا عندي القدره اني اقود النادي الاهلي وطلب مني بس حاجه واحده اني اشكل فريق لان ما كانش عندنا فريق وده اللي عملته. دايما كان جنتلمان معايا ودي كان من شخصيته لان هو الشخص ليه حجم كبير. فده شفته من الاربع خمس شهور اللي تعيشت فيهم معاه ومع الاسف ليه وللكل توفى بدري جدا بس هو فعلا جنتلمان اكيد.